نعم كما يعني شهد اليوم يعني هذه الأمسية الرمضانية الباذخة بالاحتفاء بجمهورية العراق، استقبلنا يعني المعهد العالي للصحافة والاتصال في إطار النهج وكذلك التقليد الذي دأب على فعله في كل مرة، استقبال يعني شخصية عامة سواء كانت عربية أو على المستوى الوطني أو الدولي. اليوم احتفينا بالدكتور بوطان ديزايي وهو القائم بسفارة الأعمال جمهورية العراق بالمملكة المغربية، تحدث في موضوع الإعلام العراقي بعد 2003 الواقع والتحديات. طبيعة الحال قرب يعني جمهور الطلبة وعموم الطلبة لأنهم هم المستفيد الأول من هذه الندوة، قربهم من التحديات التي عرفها الإعلام العراقي خصوصا بعد العام 2003 واقع هذا الإعلام وكذلك الأفاق التي يتطلع إليها. كذلك الدكتور بوطان ديزايي تحدث عن العلاقات وعن الروابط الأخوية التي تمتد لسنوات طويلة ما بين المملكة المغربية وما بين جمهورية العراق، يعني علاقة وئام، علاقة محبة، علاقة يسودها يعني الاحترام المتبادل، ونتطلع كما تتطلع جمهورية العراق للعمل سويا من أجل نهضة واحدة لكلا الشعبين وكذلك لكلا يعني البلدين إن شاء الله. هذه الأمسية تحدثنا على مجموعة من الأشياء التي تربط بين كل من جمهورية العراق والمملكة المغربية في أمسية جمعت بين كل من القائم باستفارة الأعمال العراقية بالمغرب سيد بوطان ديزايي. هذا الحفل وهذا اللقاء أعطى ثمار كبيرة وكثيرة أساسها الاعتراف بالعلاقة الوطيدة التي تجمع كل من المغرب والجمهورية العراقية، وبالتالي علاقة علاقة وئام، علاقة صداقة، علاقة تعامل، علاقة تبادل تبادل مختلف الثقافات وفي مختلف المجالات.